أصحاب السعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أكون بينكم اليوم في هذه الندوة الوطنية حول الإيسيسكو وسؤال التطور والتجديد الذي يمثل منصة حيوية للتفكير الإبداعي العميق والحوار الهادف والذي يجمعنا اليوم لمناقشة تفاصيلها ومعرفة مساراتها المستقبلية. كما يطيب لي أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وسعادة الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وأمنيتهم الخالصة بأن ينجح هذا الاجتماع في تحقيق ما يصبو إليه. أيها الحضور الكريم، في هذا الزمان الذي يشهد تحديات عديدة ومتنوعة، نجد أنفسنا أمام حاجة ملحة إلى تعزيز التعاون وتفعيل الشراكات الفعالة لتحقيق التقدم والازدهار المستدام. وفي هذا السياق يسعدني أن أعبر عن فخري واعتزازي العميق بالشراكة المتينة والناجحة التي تجمع المملكة العربية السعودية بمنظمة الإيسيسكو. إن هذه الشراكة ليست مجرد تعاون عابر، بل هي روح التضامن والتعاون المشترك التي تجسدت في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات والشراكات والاستضافات البارزة والملموسة، ومن أبرزها استضافة المملكة للمجلس التنفيذي 44 لمنظمة الإيسيسكو، والذي عقد في مدينة جدة يوم 16 يناير 2024 دعماً للحراك العلمي والثقافي والتربوي وطنياً وإقليمياً ودولياً. كما ستستضيف المملكة العربية السعودية المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو لعام 2025، واستضافة المؤتمر الإسلامي 12 لوزراء الثقافة العرب 2025. وأيضاً لا بد من الإشارة إلى جهود المملكة في توظيف نخبة من الكوادر السعودية في المناصب القيادية في المنظمة، كما ساهمت المملكة في إشراء خبراء سعوديين في المنظمة، حيث تولت المملكة رئاسة لجنة التراث العالم الإسلامي لمنظمة الإيسيسكو 2023-2026. وفي هذا الإطار قامت أمانة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بدعم العمل المشترك مع المنظمة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا كشريك استراتيجي في المنتدى الخاص بقمة التعاون الدولي لحوكمة الذكاء الاصطناعي 2024. ومن الشراكات والبرامج التي تفخر أمانة اللجنة الوطنية بها هي إطلاق البرنامج التنفيذي لدروب الحج إلى مكة المكرمة والمساجد التاريخية، والبرنامج التنفيذي لمشروع مؤشر الثقافة لدول العالم الإسلامي. كما أنني ممتن لكل الفاعلين والشركاء الذين ساهموا في تحقيق هذه النجاحات معنا، فقد كانت إرادتهم وتفانيهم هما العاملان الرئيسيان وراء تحقيق هذا الإنجاز الجماعي. وفي الختام أؤكد على أهمية استمرارنا في تعزيز هذه الشراكة وتطويرها بما يخدم مجتمعاتنا الإسلامية ويسهم في تعزيز التعاون المشترك. أشكر لكم دعوتكم الكريمة، ونتمنى للجميع التوفيق والسداد في كافة المساعي المشتركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.